اتكلمنا المرة السابقة عن هولدر، وكلامنا النهاردة برضو هيكون عن هولدر تاني خالص. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في معلومة جديدة. الهولدر اللي بنتكلم عليه النهاردة هولدر كده، وبرضو على قاعدة دوارة، ولكن الجزء اللي فيه كده عامل زي الطبق. بيستخدموه في ايه ده؟ طبعا في ناس كتير هتقول ان ده ملوش علاقة بالمنتجات بتاعتنا او الخاصة بشغلنا، ولكن يهمك ان انت تفهمي معلومات اكتر عن الكرافت، بحيث انه لو حبيتي في يوم من الايام تشتغلي او تدمجي شغل الحاجات دي مع شغلك، تكوني عارفة ايه الادوات الخاصة بيها. فاتمنى ان يكون عندنا الافق واسع، وما نضيقش قوي الحدود بتاعتنا، لان احنا فعليا بنشتغل وبنبدع، واحيانا بنكون عكس المألوف بالنسبه لكتير ناس. هولدر النهارده خاص بالناس اللي بتشتغل في الخرز، وده بيسهل عليهم جدا الشغل بتاعهم. اولا بيكون في ابره مخصصه للموضوع ده، وبتكون مرنه كده ورفيعه جدا، عشان مهما كان حجم الخرز اللي انا هشتغل فيه يكون عندي الابره الخاصه بيها. الهولدر ده بقى يا ستي بيهون عليا، بدل ما اقعد احط الخرزايه في الابره وادور على الفتحه منين، وفعليا لو ده شغلك بيبقى متعب جدا للنظر. فمن باب التهوين يعني انه عاملين هولدر للحاجات دي تحديدا، وبتكون بسيطه كده وسهله ان انا ادخل الخرزات في الابره عن طريق ان انا بحط الابره وبلف الهولدر ده، فالخرزات تلقائي بتدخل اللي هي فتحتها طبعا بتكون في اتجاه الابره. طبعا في منه الخشب، مش عارفه اذا كان في منه انواع تانية ولا لا، هدور لكم وهتلاقوها دلوقتي موجوده على الشاشه. هل القطعه زي دي قطعه سنيد؟ بالنسبه لي هولدر السابق بتاع الخيوط ممكن استغنى عنه بطبق، لكن الهولدر ده صراحة صعب شوية ان هي تكون قطعة سنوية او ان هي مش اساسية في الشغل، لان هي اساسا هتساعدني ان انا اوفر نظري ومجهودي، وان انا اقعد امسك بصوابعي يعني مجهود مضاعف. فانا بهون على نفسي ان انا بس بلف الهولدر ده وبدخل الابرة، وهي بتقوم بتلقائي بشغل اللضم اللي انا بعمله، او ان انا اصلا اقعد ابص. فمنتج زي ده مهم جدا ان انا احصل عليه، لانه هيهون عليا شغل كتير. كده معلوماتنا النهاردة تكون خلصت بسيطة وسريعة، واتمنى تكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش اي حاجة بنتكلم عنها هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف، ولو بتشوفوني من على التيك توك او الانستا هتلاقوا اللينكات موجودة في البايو.